بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله هنكمل مع بعض الليكشر بتاعت السويتش كاباسيتور سيركتس. كان في جزء من المحاضرة طلبت منكم تقولوا قبل كده اللي هو الجزء بتاع الان اوفرلابينج كلوك جنريتور, فتعالوا نبص عليه مع بعض كده. هاخد السيركت دي كده ونرسمها لوحدها هنا كده, وتعالوا نرسم التايمينج دياجرام بقى. طيب ازاي هنرسم التايمينج دياجرام بتاع حاجه زي كده؟ زي ما قلت هنستعمل النوت المهمه ان انا لو انا عندي اور جيت ومدخل 1 فبالتالي هيطلع لك هنا 1 وهيبقى الانبوت الثاني في الحقيقه دونت كير, مش محتاج تعرفه اصلا. تمام, وطبعا لو انا عندي بقى نور جيت بدل الاور جيت, هي الكيس اللي عندي في السكيماتيك بتاعتي. لو انا مدخل هنا 1 هيبقى الانبوت الثاني دونت كير, وهيبقى الاوت بتاعك هو هو 0. هنستعمل بقى الفكره دي. وطبعا واخدين بالكم ان الدلتا تي اللي هو الديلي هنا هيعمل يطلع لك فاي 1 ديلي وفاي 2 ديلي زي ما عندك في الرسم. فهنرسم الاول الفاي, وهنفترض ان هي الديوتي سايكل بتاعتها بنص, فبالتالي هفترض ان الفاي بتاعتي بالشكل ده كده اهي, دي كده الفاي. طبعا يعني الكلوكس مش البيريد مش بعض بالظبط, بس مش مشكله يعني. تمام, اهو دي كده الفاي. طيب كويس, تعالوا نبص بقى على الفاي 1. تمام, لما الفاي تكون ب 1 هيبقى الفاي 1 بكام؟ ب 0 صح, بغض النظر عن اي حاجه تانية, مش كده برضو؟ تمام, فانا اول حاجه هقوم جاي هنا اهو, هاجي على الفاي 1 في الاجزاء دي هتبقى الفاي 1 ب 0 0 0 0 بغض النظر عن اي حاجه تانية 0, وهنا برضو اهو 0. جميل, طيب نروح نبص بقى على مين؟ على فاي 2. فاي 2 خد بالك داخل عليها ايه؟ فاي 2 داخل عليها في الحقيقه فاي بار, فيبقى العكس بقى. لما تكون الفاي ب 0 هتبقى فاي 2 بكام؟ هتبقى فاي 2 ب 0. تعالوا نرسم, انا هسيب هنا مكان هرسم فيه الفاي 1 ديليت, بعد كده نرسم هنا بقى الفاي 2, وبعد كده نرسم هنا الفاي 2 ديليت. دي اللي هي معناها ديليت. طبعا واخدين بالنا ان هنا ده طبعا ده هو الايه, ده هو الزيرو. طبعا هاجي عند فاي 2 برضو وهقول ان ده زيرو, بس هيبقى العكس بقى, هي هتبقى زيرو في الايه لما تكون الفاي واحد, فيبقى عندي هنا زيرو 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 زيرو. طبعا خد بالك ان انا هعتبر ان الديلي بتاع النور جيت والنوت جيت هو صغير قوي بالنسبه للبي بتاعه الكلوك, فمش محتاج ان انا ارسمه. اللي محتاج ان انا ارسمه في الحقيقه واركز عليه هو الدلتا تي اللي هو الديلي اللي انا حطيته بايديا ده, هو ده اللي انا هركز عليه شويه. جميل, يبقى انا كده عندي جزء من فاي 1 وعندي جزء من فاي 2. اقدر بقى اشفت فاي 1 وفاي 2 دول شويه, يبقى عندي فاي 1 ديليت وفاي 2 ديليت. فانا هاخد فاي 1 وشفتها شويه, فيبقى عندي فاي 1 دي اهو, لكن هجيبها كده اهو بافتراض طبعا ان الايه, ان المسافه دي كده اللي هي من هنا لحد هنا هي دي الدلتا تي اللي انا عملتها, الدليل اللي انا ايه, الدليل اللي انا عملته. فهكرر نفس الكلام بقى هنا اهو, هاخد دي كده ومشفتها كده, وهاخد دي كده ومشفتها كده, وهاخد دي كده ومشفتها كده, هاخد دي كده ومشفتها كده. نفس الحكايه برضو مع فاي 2 بقى, هنرسم فاي 2 ديليت هنا برضو كده, دي امتدت شويه من هنا كده نمسحها. جميل, طيب هنروح بقى للايه, نرجع تاني للنور جيت ونحاول بقى ايه نكمل الاوتبوت بتاعها مع بعض. فهنعمل ايه, هتلاقي بقى ان فاي 1 لو مسكت مثلا فاي 1 النور جيت بتاعت فاي 1 داخل عليها مين؟ داخل عليها الفاي اللي انا عارفها والفاي 2 ديليت. خد بالك ان عارف الفاي 2 ديليت في حته زياده بقى دلوقتي ما كنتش عارفها فيها قبل كده, انا عارف الفاي 2 ديلي ده, فانا اقدر في الجزء ده كده في مثلا لو جيت مسكت الريجن دي مثلا اهو, بص كده الريجن دي انا عارف فيها التو انبوتس بتوع فاي 1, عارف فيها الفاي نفسها وعارف فيها الفاي 2 ديلي. فهبدا اكمل بقى, هبدا اكمل الرسمه بتاعتي. طب انا داخل عليا ايه دلوقتي؟ داخل عليا في الحقيقه 0 0, خد بالك ان الحاجات دي كلها اللي انا رسمتها دي كانت 0 في الحقيقه, ده 0 وده 0 هنا اهو. ففي الريجن دي انا داخل عليا 0 و 0 0 0, يبقى النور جيت هتطلع ايه؟ هتطلع 1 طبعا. تمام, فهروح هنا بقى وارسم في الفاي 1, هيبقى عندي هنا 1 في الحته دي كده, هيبقى عندي 1 وهنا هيبقى عندي 1 وهنا هيبقى عندي 1 وهنا هيبقى عندي 1.
اروح على الفاي 2 واكرر نفس الكلام. انا الفاي 2 كنت رسمتها في الريجنز الفاي فيها بزيرو، هروح بقى دلوقتي واكملها في الريجنز اللي فاي فيها بواحد، لان انا عارف التو انبوتس بتوعها في الحقيقه دلوقتي. انا عارف هو في الريجن دي كده مثلا، انا عارف الفاي بكام وعارف الفاي 1 ديليت بكام. طيب الفاي بكام؟ خد بالك داخل عليها 5 بار، 5 بار بزيرو والفاي 1 ديليت بزيرو، فهيطلع عليها 1 في الحقيقه في الريجن دي يطلع عليها 1. يبقى هروح هنا كده واعمل 1، هعمل 1 كده، اروح هنا واعمل 1 كده، وهنا اعمل 1، وهنا برضو اعمل 1. اهو بدات الصوره ايه تكتمل شويه. نكمل بقى الايدجز دي كده اهو. هعمل ايه بقى تاني؟ هرجع للفاي 1 ديليت والفاي 2 ديليت، ان هي شيفتد فيرجن من الفاي 1 والايه والفاي 2. فانا عرفت حته جديده في فاي 1 وعرفت حته جديده في فاي 2، يبقى انا كده برضو عرفت حته جديده في فاي 1 ديليت وحته جديده في فاي 2 ديليت. نجيب بقى القلم الايه الازرق ونشفت تاني. فلما اجي اشفت بقى دلوقتي دي هتتشفت، فهتجي لك هنا اهو مثلا بالشكل ده في فاي 1، انا عايز بقى فاي 1 ديليت، هتجي لك كده اهو بالشكل. نفس الحكايه فاي 2 ديليت، هجيلك ديليت فيرجن من الفاي 2 بالشكل ده. طيب جميل، يبقى انا كده عرفت حته جديده من الفاي 1 ديليت وعرفت حته جديده من الفاي 2 ديليت. ارجع برضو اكمل بقى الايه الفاي 1 والفاي 2 تاني. فانا عندي مثلا اهو الحته دي كانت لسه مفقوده في الايه، كانت لسه مفقوده في الفاي 1، وانا عرفت خلاص دلوقتي بقى فيها الفاي 2 ديليت بكام. اهو انا عرفت الفاي 2 ديليت بكام وانا عارف الفاي بكام، فانا داخل معايا دلوقتي 1 والفاي بزيرو، فيطلع معايا ايه النور جيت، هطلع لك ايه، هطلع لك زيرو. تمام، يبقى اروح اكمل الايه، اكمل بقى الزيرو هنا اهو كده، واكمل زيرو هنا نفس الحكايه كده، واكمل زيرو كده، واكمل زيرو كده. طيب اللي ما فهمش دي ركز معايا في فاي 2. في فاي 2 مثلا دلوقتي انا عندي الحته دي ما كنتش عارف فيها فاي 2 بكام. طيب دلوقتي هل انا عارف فيها فاي 2 بكام؟ اه انا عارف دلوقتي فيها فاي 2 بكام. ليه؟ لان انا عارف فاي 1 ديليت. خد بالك ان فاي 2 داخلها فاي 1 ديليت وفاي بار، فانا عارف ان فاي 1 ديليت بزيرو وفاي بار بواحد. زيرو واحد، الاور تديك واحد، يعني النور تديك زيرو. فاروح ارسم بقى ايه، ارسم زيرو في الايه، ارسم زيرو في الريجنز دي. اهو فهروح هنا كده وارسم زيرو كده، وارسم زيرو كده، وارسم زيرو كده، وارسم زيرو كده. اروح كامل بقى الفاي 1 ديليت والفاي 2 ديليت بقى لو انت عايز، لان هم خلاص شيفتد فيرجن من الايه من الفاي 1 والفاي 2. روح برده كملهم، يطلعوا لك بقى بالشكل ده كده. وهكذا. طيب نوصل بقى للايه للكونكلوجن بتاعنا بقى. هتلاقي ايه؟ هتلاقي طبعا ان فاي 1 وفاي 2 هما نون اوفرلابنج. يعني نون اوفرلابنج يعني لما تكون اهو الفاي بواحد لازم تكون الفاي 2 بزيرو، ولما تكون الفاي 2 بواحد لازم تكون الفاي 1 بايه؟ لازم تكون الفاي 1 بزيرو. يبقى كده هما نون اوفرلابنج. وعندي بقى التايم اللي ما بين نون اوفرلاب ده اللي هو بيساوي ايه؟ ده الديلي اللي انا كنت عامله في الحقيقه. الفرق ما بين نون اوفرلابنج اللي هو لو خدت بقى كده خط كده اهو، ده كده هو النون اوفرلابنج تايم، بيساوي النون اوفرلابنج تايم بيساوي الدلتا تي اللي انا ايه، دلتا تي اللي انا عملته. يبقى كده البالس ويدز بتاعتي هتبقى عباره عن تي على 2 اهو، دي كده تي على 2 ماينس الدلتا تي اللي هو التايم ده كده اهو، ده هيبقى هو البالس ويدز بتاعي. يبقى انا كده ضمنت ان الايه، ان تو كلوكس تو هيبقوا تو نون اوفرلابنج كلوكس. عشان كده السيركت دي بنسميها النون اوفرلابنج كلوك جنريتور. طبعا خد بالك ان الدلتا تي دي هي اصلا تبقى صغيره قوي، انا بس عامل لها اكزاجريشن مضخمه هنا بس للتوضيح، لكن هي في الحقيقه هتبقى اصغر بكتير من تي على 2. او طبعا على حسب بقى تي بكام اصلا، على حسب تي بتاعتك كبيره ولا صغيره. المهم ان انت عايز تضمن ان اكروس الفاريشنز كلها البي والفي والتي يبقى عندك دايما ان الكلوكس ما يبقوش اكتف سيمولتينيسلي، يبقى اونلي وان كلوك اكتف ات ا تايم. عشان ده طبعا بيضمن لك عمليه التشارج ترانسفير اللي هي قائمه عليها فكره السويتش كاب سيركتس اصلا. ما لو عندك التو فيزز اللي هم اللي احنا كنا بنشرحهم دول هم هتنكتب ات تايم، هتبوظ عمليه التشارج ترانسفير.
طيب نرجع بقى تاني للحاجة اللي احنا كنا وقفنا عندها اللي هي الparasitic insensitive switch capacitor integrator. ف احنا كنا قلنا ان التوبولوجي بتاعتنا دي اللي احنا كنا شرحناها قبل كده دي parasitic sensitive, لان ال CP1 ده هيدخل معاك هنا مجموع مع ال C1 هيظهر لك بالشكل ده, وقلنا ده ما هوش well controlled وفي نفس الوقت هو non linear, فهيبوظ لك الايه precision بتاعك اللي انت كنت بتدور عليه. فروحنا بقى عملنا توبولوجي تانية واركتكتشر تانية بتسميها البارازيتك انسنسيف اركتكتشر. خد بالك ان سواء بتكلم على انتجريتور او امبليفاير, فكرة البارازيتك انسنسيف توبولوجي هي نفس الفكرة تقريبا. طب الفكرة ايه؟ الفكرة ان انا عايز الكاباسيتورز بتاعتي اللي هي البارازيتك كيبس, يعني اللي هي الانوانتد كيبس, يا اما تدمب التشارج بتاعتها للجراوند, يعني لما تروحش معايا ما تكونتريبيوتش معايا للتشارج اللي تظهر في الاوتبوت, يا اما اصلا ما تشحنش اصلا, يعني ما تدخلش خالص في الاوبريشن بتاعي. طب ده بنضمنه ازاي؟ تعال نبص على التوبولوجي بتاعتنا هي اللي هي سي 1. انا عندي تو بارازيتك كاباسيتورز, عندي بارازيتك كاباسيتور هنا وعندي بارازيتك كاباسيتور هنا, دول التو بارازيتك كاباسيتورز بتوعي. طبعا اللي هنا ده هيبقى هو سي باتون بليت, خد بالك الشرطه الطويله دي كده والكيرف دي معناها ان دي الباتون بليت, هو بيبقى كبير شويه, فده هيبقى سي باتون بليت, تعال نسميه سي بي بارازيتك, وده هيبقى سي توب ايه, ده هيبقى سي توب بارازيتك. تمام, خد بالك ان احنا موصلين السي توب بارازيتك هو الموصلينه على الانبوت بتاع الاوبام, موصلين السي باتم من الناحيه الثانيه, وهنشرح الكلام ده ليه كمان شويه صغيرين. طيب المهم دلوقتي السيركت برضو هتمر بتو فيزز, السامبل فيز والابديت فيز. تعال نبص كده ايه اللي هيحصل في السامبل فيز. هيبدا سي 1 ده يشحن من الانبوت بتاعي بالشكل ده. طب البارازيتك بتاعتي موجوده فين؟ اهو عندي هنا بارازيتك, ده اللي هو التوب سي توب, ده مش هيشحن خالص ان هو عليه جراوند من ناحيتين في الحقيقه. هتقولي بس سي باتم هيشحن, اهو سي باتم هيشحن ولا مش هيشحن؟ اه معاك حق, سي باتم هيشحن, سي باتم في الحاله دي هيشحن معايا. طيب بس الشحنه بتاعته بقى هيوديها فين؟ تعال نبص في الايه, تعال نبص في الابديت فيز. خد بالك في الابديت فيز بقى في السامبل فيز كان اللي مقفول معايا هو فاي 1 وفاي 2, فالكرنت بتاعك مشي كده اهو, شحنت بالشكل ده, وبقى عندك دي البلاس تيرمينال ودي الايه ودي الماينس ودي الماينس تيرمينال. في الابديت فيز بقى اللي هيحصل ان ده اللي هيقفل الفاي 2 ده, وفاي 2 ده اللي هيقفل, فالكرنت بتاعك هيمشي بالايه, هيمشي بالشكل ده. فلما انت قفلت السويتش ده سي باتم اللي هو شحن دلوقتي هيبقى متوصل بايه, هيبقى متوصل بالجراوند, فبالتالي هيفرغ الشحنه اللي هو خدها فين, هيفرغ الشحنه اللي هو خدها في الجراوند. طب سي توب في الفيز الاولاني ما كانش شحن, سي توب دلوقتي هيعمل ايه؟ سي توب دلوقتي عليه من هنا جراوند اهو, ومن هنا هيبقى عليه فيرتشوال جراوند, لان طبعا الايه التيرمينال دي بتفولو التيرمينال دي, فبرضه مش هيشحن, مش هيكونتريبيوت اي تشارج, ما الكيو بتساوي السي في الفي, لو الفي بزيرو هتبقى الكيو برضه بايه؟ بزيرو. فده اللي احنا شايفينه انا اهو في الرسم اهو, ده هنا سي باتم اهو تمام, هيبقى عليه جراوند, هيفضي في الايه؟ هيفضي في الجراوند على طول, مش هيكونتريبيوت للتشارج اللي رايح على الاوتبوت. والسي توب اللي هو موجود هنا ده هيعمل ايه؟ هيبقى عليه جراوند من الناحيه دي وفيرتشوال جراوند من الناحيه دي, فبرضه مش ايه, برضه مش هياخد اي شحنه, وبالتالي الاوبريشن بتاعي هيبقى اندبندنت خالص على البارازيتكس, عشان كده بنسميه بارازيتك انسنسيتيف انتجريتور. التوبولوجي دي بنقول ان هي نون انفرتنج, عكس التوبولوجي اللي فاتت كانت انفرتنج. طب ليه التوبولوجي دي نون انفرتنج؟ تعالوا نشوف مع بعض كده الفرق بينها وبين التوبولوجي اللي فاتت. في التوبولوجي اللي فاتت انا كنت بشحن الكاباستور بتاعي بالشكل ده, وبعد كده مش بشقلب الكاباستور, بسيب الكاباستور زي ما هو. لو احنا اشتغلنا في الفولتج دومين فالكاباستور هيشحن كده بلس ماينس, بعد كده زي ما قلنا لو انا شغال في الفولتج دومين هشيل التشارج دي واعتبرها فولتج سورس. لما احط فولتج سورس بالشكل ده, الفولتج سورس ده هيبقى طبعا التوبولوجي اللي شايفها هي ايه, عباره عن انفرتنج امبليفاير, وبالتالي الجيم بتاعك هيبقى انفرتنج مظبوط. لكن بص بقى على التوبولوجي اللي هي البارازيتك انسنسيتيف. دلوقتي لما انا شحنت الكاباستور بتاعي, انا شحنت البلس زي ما انتم شايفين كده على الباتم بليت والماينس على التوب بليت, لان انا شحنت الكاباستور بتاعي بالشكل ده. لما يجي يفرغ بقى انا هشقلب الكاباستور, هشقلب الكاباستور اخلي الكرنت يمشي في عكس الدايركشن. فلما يجي يفرغ بص الكاباستور بقى موجود ازاي, بقى الباتم بليت هي مشحونه هي اللي تحت, فبالتالي السورس بتاعي بقى لما اجي افك التشارج دي واحط سورس هيبقى مقلوب بالشكل ده كده اهو, فالسورس بتاعي مقلوب اهو, دي التشارج اللي موجوده على الكاباستور, دي الفي سي اللي موجوده على الكاباستور, فالسورس بتاعي بقى مقلوب. فبالتالي لما يشوف الانفرتنج جين بقى السالب هيطير مع السالب, وهيديك هنا اوتبوت بالايه, هيديك هنا اوتبوت بالموجب. يبقى انا كده ضيعت الايه,
ضيعت الإشارة السالب بتاعة الانفيرتنج امبليفاير أو الانفيرتنج انتجريتور. لو أنت خدت بقى الترانسفير فانكشن بتاعته زي ما عملنا بقى قبل كده، اشتغلت في التشارج دومين أو في الفولتج دومين، هيطلع لك الترانسفير فانكشن بالشكل ده، شبه قوي اللي فاتت بالظبط. بصيت كده على اللي فاتت، هي نفس الترانسفير فانكشن، الفرق اللي عندك هنا كان فيه ايه، في عندك هنا اشاره سالب، لكن طبعا هنا ما عندكش ايه، ما عندكش اشاره سالب. وطبعا دي الفانكشن بتاعه الانتجريتور، زي ما قلنا طالما الكاباسيتور بتاعك ما بيحصلوش ريسيت، كل مره بيأكيوميليت التشارج، كل مره بياخد تشارج جديده، يبقى كده هو بايه، هو شغال انتجريتور، كل مره بيزود التشارج اللي عليه، بينتجريت الايه، بينتجريت التشارج. لو انا بعمل له ريسيت، لو زودت عليه ريسيت سويتش كده، يبقى انا كده هقلب الدايره، هخليها ايه، هخليها عباره عن امبليفاير. الزد ماينس 1 اللي احنا قلنا عليها قبل كده دي، زائد ماينس 1 دي تمثل ايه، تمثل ان انت عندك ديلي. يعني ايه ديلي؟ يعني انا بشحن الكاباستور في 1 سايكل، وبعد كده الاوتبوت ما بيكونش ابديتد غير في السايكل اللي بعدها، فبيبقى عندك ديلي ما بين الانبوت وما بين الاوتبوت ب 1 كلوك سايكل. فبالتالي بنقول ان التوبولوجي دي بتنسرت ايه، بتنسرت ديلي. واضح الديلي ده من الايه، من الزد ماينس 1 اللي موجوده هنا اهو. احنا قلنا في الزد ترانسفورم لما تعمل تايم شيفت، ده بيترجم ان انت ضربت في زد ماينس 1، انت عملت تايم شيفت باي ماينس 1 سامبلز، يبقى انت كده هتضرب في زد ماينس 1. هل ممكن اعمل بقى انتجريتور يكون دري فري وبارازيتك انسنسيف؟ اه ممكن. طب ازاي هعمل حاجه زي كده؟ بص بقى معايا على التوبولوجي دي. التوبولوجي دي شغاله بتو فيزز. الفيز الاولاني هو ريسيت فيز. في الريسيت فيز اللي بيقفل معاك التو سويتشز، والسويتش ده والسويتش ده الاثنين بيقفلوا. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الكاباستور بيحصل له ريسيت بالشكل ده، انا بعمل ريسيت للكاباستور. طب في الفيز الثاني، الفيز الثاني بقى هو بيعمل سامبلنج وابديتنج في نفس الوقت. بيعمل ايه؟ بيوصل السيركت بتاعتك في صوره اهو انفرتنج امبليفاير بالشكل ده اهو. فالانبوت سيجنال بتدخل من هنا، تظهر لك على طول في الايه، تظهر لك على طول هنا في الاوتبوت بدون اي ديلي. يعني في الكيس دي انا ما عنديش اي ديلي. لو انت روحت جبت الترانسفير فانكشن بقى، جبت الايكويشنز بتاعتك، خد بالك ان كل مره زي ما قلنا الكاباستور بيأكيوميليت، هي التشارج القديمه ومعها تشارج جديده. التشارج الجديده عباره عن ايه؟ عباره عن الانبوت اتضرب في الانفرتنج جين. ده الانفرتنج جين بتاع الامبليفاير بتاعك اللي هو ماينس سي 1 على سي 2، ده هيتجمع على التشارج القديمه اللي كانت موجوده على الكاباستور هي وهيديك الاوتبوت الجديد. خد بقى زد ترانسفورم او زد ترانسفورم، هيطلع لك الايه، هيطلع لك الترانسفير فانكشن بالشكل ده. طبعا عندك هنا انفرجن اهو، ان انت شغال هنا انفرتنج امبليفاير، فعندك هنا انفرجن، عندك هنا اشاره سالب، وزد ماينس 1 اللي كانت موجوده فوق اختفت خلاص. ده عشان كده ده بنقول عليه ان هو ديلي فري، يبقى ده كده ديلي فري انتجريتور. خد بالك ان سي 1 انا كل مره بعمل له ريسيت بالشكل ده بفضي التشارج اللي عليه، لكن سي 2 مش بفضي التشارج اللي عليه، هو نفس التشارج اللي عليه موجوده. وبعد لما افضي التشارج اللي على سي 1 بشغل تاني الامبليفاير بتاعي. هتقول لي طب انا ليه اصلا ما عملتش الدايره اصلا بالشكل ده، وليه محتاجت ان انا كل مره ريسيت السي 1؟ خد بالك ان اصلا لو انا شغلت دايره بالشكل ده مش هتشتغل، لان التيرمينال دي اصلا هتبقى فلوتنج، اصلا التيرمينال دي هتبقى فلوتنج. لكن لما انا بحط السويتش بتاعي هنا اهو، ده كده ده بيضمن ان هو يديفاين الايه، بيديفاين الفولتجز اللي هنا واللي هنا اهو. لو انا سبت السويتش ده شلته وما كانش موجود، التيرمينال دي هتبقى فلوتنج والسيركت اوبريشن هيبقى انديفايند. هنيجي بقى للنقطه اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، ان احنا دايما بنحاول نمينيمايز البارازيتكس اللي واصله بالانفرتنج تيرمينال بتاعه بتاعه الاو بي ام او الاو تي اللي هنا. فلو خدت بالك الكاباستور ده الباتوم بليت سويتش متوصله في الناحيه الثانيه، والتوب بليت سويتش هي اللي واصله بالامبليفاير. هنا نفس الحكايه برده بالنسبه لسي 2، التوب بليت سويتش هي اللي واصله بالامبليفاير، والباتوم بليت سويتش واصله بناحيه الايه، بناحيه الاورج. ليه بنعمل الكلام ده؟ احنا بنقول ان النود دي هي سنسيتيف نود في الحقيقه، بنحاول نمينيمايز الكاباسيتنس اللي عندها. طب ليه النود دي هي سنسيتيف نود؟ هي في الحقيقه اسباب كتيره، احنا ممكن نحاول نشرح يعني بعض الاسباب دي اختصارا. ان انا لو انا عندي الامب بتاعي بالشكل ده كده، وانا عامل كاباسيتيف فيدباك او اي تايب اوف فيدباك بالشكل ده كده، لما نيجي نموديل النويز بتاعت الامب، زي ما انتوا عارفين انا هموديل النويز اكن هي عباره عن انبوت بالشكل ده، فدي النويز سيجنال بتاعتي. طبعا لما انا اتعامل مع النويز المفروض ان انا هقفل الانبوت، هقفل الانبوت بتاعي. انا ما عندي بقى هنا مع عند النود دي عندي البارازيت الكاباسيتنس، عندي السي بي، عندي السي بي، وهنا ونفترض ان انا عندي السي انبوت، وهنا تعال نسمي ده الايه، تعال نسمي ده السي فيدباك. طيب لما اجي اقفل الانبوت سيجنال بتاعتي واحسب الجين اللي النويز هتشوفه، الجين اللي النويز هتشوفه هيساوي ايه؟ هيساوي في الحقيقه السي بي
بلس السي ان على سي فيدباك. فبالتالي كل ما البارازيتك كاباسيتنس عند الانفيرتنج تيرمينال تزيد كل ما انا هزود الجين للنويز هتشوفه. فده سبب طبعا بيخلينا عايز مينيمايز البارازيتكس عند النوت دي. طيب تعالوا نبص على اسباب كمان. السي بارازيتك في الحقيقه دي بتوصل الايه، بتوصل الكاباسيتور ده بالسبستريت. فانا عندي هنا برضو السبستريت بيكون فيها نويز، دي النويز بتاعت الايه، دي النويز بتاعت سبستريت. كل ما سي بي دي هتزيد كل ما هي عندي نويز اكتر ممكن تكابل من الايه، ممكن تكابل من السبستريت بتاعتي. فده برضو ايه، ده برضو مشكله ان السي بي بتاعتي عند الايه، عند التيرمينال سنسيتيف دي تبقى تبقى كبيره. طيب ايه كمان برضو من عيوب ان انا يكون عندي سي بي كبيره؟ لو انت بصيت معايا كده، لو انا عايز احسب اللوب جين بتاع الفيدباك امبليفاير ده، انت عارفين ان اللوب جين لو ده ايه نوت، اللوب جين بيساوي الاي نوت في البيتا، ده الدي سي لوب جين، ده اللوب جين عند الدي سي. الناس بتتجاهل احيانا الكاباسيتور عند دي سي وتفترض ان هي ايه ملهاش لازمه مش موجوده. في الحقيقه لا، في الدائره دي ما ينفعش ان انا اتجاهل الكاباسيتورز حتى عند الدي سي، لان الكاباسيتور اللي عامل لي الفيدباك. فبالتالي الكاباسيتيف ديفايدر هو اللي هيحدد حتى الدي سي لوب جين، يعني الكاباسيتيف ديفايدر بتاعي هو اللي هيحدد اللوب جين في اللو فريكوينسي. فلو بصيت معايا كده البيتا هنا بتساوي كام، لو افترضت معايا كده ان انا هاجي هنا واقطع لوب، اقطع لوب هنا كده وحط هنا التست سورس بتاعك الفي تيست، وتبص على الفي فيدباك على الفي تيست، ده هيبقى هو اللوب جين، هو الفي فيدباك على الايه، على الـ على الفي تيست. هتلاقي ان انت عندك هنا في الحقيقه كاباسيتيف ديفايدر ما بين سي اف وما بين الايه، وما بين التو كاباسيتورز دول اللي هم السي ان والسي بي. خد بالك ان مع السي بي ده برضو باي ذا واي يعني عندك هنا الانبوت كاباسيتنس بتاعت الاو تي اي، ده مجموعه كمان على ايه، مجموعه كمان على السي بي. بس تعالى ان احنا نعملها شويه دلوقتي، خلينا معانا بس كفايه علينا السي اف والايه والسي ان والسي بي. فالفولتج ديفايدر ده هيساوي ايه اللي هي البيتا بقى. خد بالك الفولتج ديفايدر ده هيكون هو البيتا. فالبيتا هتساوي ايه؟ البيتا المفروض لو انا عندك فولتج ديفايدر يبقى الامبيدنس اللي بتقيس الفولتج عليها على مجموع الامبيدنسز. طبعا الكاباسيتور عشان نزيد بيساوي 1 اوفر اس سي هيبقى بالايه، هيبقى بالعكس، تمام. فبالتالي العكس بتاعها اللي هو هيبقى سي اف على السي ان بلس السي بي. وهنا برضو تظهر مشكله للاي سي بي، ان كل ما السي بي ده هيزيد كل ما هيقلل في البيتا، ولما البيتا تقل يبقى اللوج جين هيقل، صح؟ واحنا عارفين ان اللوج جين ده في الحقيقه مقلوبه هو الاستاتيك جين ايرور، هو اللي بيحدد الايرور بتاع الايه، بتاع الفيدباك لوب بتاعتي. المفروض ان انا عايز اصلا انفينيت لوج جين عشان يبقى الايرور بزيرو. فكل ما اللوج جين هيقل كل ما الاستاتيك ايرور كل ما الاستاتيك ايرور هيزيد. فده سبب تاني ان انا عايز ايه، ان انا مش عايز اخلي عندي بارازيتك كاباسيتنس كبيره عند الانفيرتنج نوت. المهم يعني خلاصه الكلام ان النوت دي سنسيتيف نوت، فبالتالي انا عايز مينيمايز البارازيتكس عند الايه، عند السنسيتيف نوت دي. طبعا المفروض هنا نزود سي اف كمان طبعا. ولو عندك طبعا بقى عايز تاخد الانبوت كاباسيتنس بتاعت الاو تي اي في اعتبارك، بس هنسميها بقى ايه، احنا اصلا مسمين سي ان، فلو سميناها سي ان او سي ان داش او سي او تي اي وخلاص هنسميها سي او تي اي، هتخش معاك هنا برضو ايه، هتخش معاك هنا بلس سي او تي اي. وده برضو ايه السبب ان احنا في الانبوت بير مش بنحب نستعمل الشانل لينث كبيره، عشان لو انت في الانبوت بير بتاعك بتاع الاو تي اي استعملت ال كبيره فمعناها ان انت هتشوف كاباسيتنس كبيره، وده زي ما قلنا هيعمل لك برضو ايه، هيعمل لك مشاكل، هيعمل لك الدي سي لوب جين مش هيكبره لك بقى. يعني انت في الاحيان يعني دي برضو حاجه كده، لو انت بتعمل كاباسيتيف فيدباك امبليفاير بعض الناس بيفتكر ان دايما لما هزود ال ال ان الجين بتاعك هيزيد، لكن لو عايز تزود الجين زود ال ال. الكيس دي كلامك صح باستثناء الانبوت بير بتاعك. الانبوت بير احيانا لو زودت ال ال بتاعته هيقلل لك الجين. ليه؟ لان لما زود ال ال انا هزود الكاباسيتنس، ولما زود الكاباسيتنس هقلل البيتا، ولما اقلل البيتا هقلل اللوج جين، ولما اقلل اللوج جين هزود الاستاتيك جين ايرور. يبقى انا ما كسبتش حاجه كده في الايه، ما كسبتش حاجه كده في دي سي جين بتاعي. لان اللي بيهمك في الحقيقه ما هواش الجين نفسه، اللي بيهمك هو اللوج جين على بعضه. فانت لو زودت ال ال انت هتزود الجين، معاك حق، بس البيتا هتقل في احيان كتيره بفاكتور اكبر، فاوفر اول هتلاقي اللوج جين بتاعك بيقل مش بايه، مش بيزيد. بالنسبه بقى للسي 2 برضو البارازيت بتاعته مش هتاثر في حاجه، ان ده هيبقى واصل من ناحيه الفيرتشوال جراوند من ناحيه الجراوند، فمش هياثر في حاجه. وده هيبقى واصل بالاوتبوت بتاع الاو تي اي نفسه. واحنا عارفين ان ايديالي اصلا بنقول ان الاو تي اي ده بيكون ليه فيري لو اوتبوت امبيدنس، او يعني الفيدباك هيخليها لو حتى لو هي مش لو، يعني حتى لو هي حتى لو ده ملوش بافر يعني ستيج ليه هاي اوتبوت امبيدنس، الفيدباك نفسه هيقلل الاوتبوت امبيدنس، فتبقى في الاوردر بتاع 1 اوفر جي ام. فبالتالي برضو تأثير الكاباسيتنس دي هيكون ايه، هيكون مهمل ملهاش تأثير تقريبا. تعالى بقى نجمع الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها مع بعض. هنعمل بقى انتجريتور في كذا برانش. عندي هنا انتجريتور،
في ثلاثة برانشز في الحقيقة. تعال نبص كده على البرانشز بتعمل ايه. اول برانش ده كده ده شغال طبعا. اهمل انت بتاخد برانش معين اهمل بقية البرانشز يعني. فاول برانش اللي هو سي 1 مع سي اي ده هيشتغل انفرتنج امبليفاير عادي. خد بالك ده هيشتغل كونتينوس تايم انفرتنج امبليفاير, ما عنديش اي سويتشز في الايه في الباس ده, فده هيشتغل كونتينوس تايم امبليفيكيشن. هنيجي عند البرانش بتاع في 2 ده. البرانش بتاع في 2 بص كده على الارنجمنت بتاع السويتشز. سي 2 ده هيشحن كده وبعد كده هيفرق ايه ما كده هيفرق كده, فده هيبقى نون انفرتنج. ده ديسكريت تايم نون انفرتنج انتجريتور. طب بص على البرانش بتاع في 3. البرانش بتاع في 3 ده هيعمل ايه؟ الاول هيريسيت سي 3 بالشكل ده كده, وبعد كده هيعمل امبليفيكيشن او انتجريشن بالشكل ده. فده عباره عن ديسكريت تايم ديلي فري انفرتنج انتجريتور. طبعا كل في الاخر الباث دي بتتجمع على بعض يطلع معاك الاوفر اول ترانسفير فانكشن بالشكل ده. ده الباث بتاع الفي 1 وده الباث بتاع الفي 2 وده الباث بتاع الفي 3. طبعا واحد هيقول لي طب ازاي مش انت من شويه قلت لنا ما ينفعش ان انا استعمل سي 1 وسي 2 بالشكل ده لان النود دي هتبقى فلوتنج نود ودايره مش هتشتغل. اقول لك لا, ما انا النود دي خلاص عملت لها ديفينيشن عن طريق السويتشز اللي موجوده هنا. عملت ديفينيشن للفولتج بتاعها عن طريق السويتشز اللي موجوده هنا. فلما انا زودت البرانش ده لوحده لو هو بس اللي موجود دايره مش هتشتغل. كان طالما انا عملت ديفينيشن للنود دي عن طريق السويتشز اللي موجوده هنا في بقيه البرانشز فالدايره هتشتغل عادي. فانا عندي هنا كونتينوس تايم امبليفيكيشن بالاضافه الى تو ديسكريت تايم انتجريتورز. نحاول بقى كده نسمرايز انواع السويتش كاباسيتورز اللي احنا شفناها. ممكن نقول احنا عندنا 3 تايبس اوف سويتشد كاباسيتورز. ده بنسميه الشانت تايب, وده اللي احنا شرحنا عليه في الاول خالص فكره السويتش كاب سيركتس لما قلت ان انا عن طريق الايه تو سويتشز والكاباسيتور دول اقدر ايميوليت الريزيستنس. فده اللي شرحنا عليه في الاول خالص. ده اللي احنا قلنا عليه ستري انسنسيتيف عن طريق ان انا بشحن في الايه بشحن فيه سواء بقى انا اشتغلت دري فري. خد بالك اللي بره الاقواس اللي بره الاقواس ده اللي هو الدري فري. يبقى هنا فاي 1 وفاي 1 هيحصل ريسيت, ده كده الدلي فري. اللي جوه القوس دي فاي 1 ودي فاي 2 ده اللي هيشتغل ايه ويز ديلي. لو انا شغال ويز ديلي اهو بشحن كده وافرغ كده في جميع الاحيان مش هتاثر عليا البارازيتك كابس زي وانا يا اما هي بتدمب التشارج بتاعها في الجراوند يا اما هي مش بتشحن اصلا عشان البوتنشال عليها ثابت. عندي نوع بقى ثالث اللي هو بنسميه سيريز تايب بالشكل ده. فاي 2 بيعمل ريسيت, فاي 1 بيشتغل اكنه شغال كونتينوس تايم كاباستور. وطبعا كل السويتشز دي لازم تبقى كنترول زي ما اتفقنا بتو نون اوفرلابنج كلوكس. الشانت والسيريز تايب دول ابسط لان انا مستعمل فيهم تو سويتشز بس. طبعا الستري انسنسيف ده عقد انا مستعمل فيه 4 سويتشز. طبعا الميزه بتاعته طبعا ان هو بيكون انسنسيف للايه للبارازيتكس بعكس الاثنين دول اللي هم الشانت تايب والسيريز تايب هيكونوا سنسيتيف للبارازيتكس. تعال نشوف شكل السيريز تايب ده لو حطيته دايره الانتجريتور هيبقى عامل ازاي. اهو ده السيريز تايب سويتش كاب اهو هيشتغل برضو في تو مودز. المود اللي هو بتاع فاي 2 ده الريسيت اهو لما في الفاي 2 سي 1 ده هيحصل له ريسيت وسي 2 هيفضل زي ما هو هيهولد الايه هيهولد الفولتج اللي عليه اللي هو هيساوي الفي اوت القديم. لما افتح فاي 2 واوصل فاي 1 هيحصل عندك ايه؟ هيحصل عندك سوبر بوزيشن. سي 2 ده كان عليه فولتج موجود اصلا هيتجمع عليه بقى الفولت بتاع الانبوت لما يتضرب في الايه في الانفرتنج جيت اللي هو سي 1 على سي 2. طبعا ده ديلي فري لان الفي انبوت بيأثر في الفي اوت مباشره بدون اي ديلي. في الاسامبل والابديت مود ده لما فاي 2 يبقى اوبن وفاي 1 ده يبقى كلوزد يبقى الانبوت بيأثر في الاوتبوت مباشره بالشكل ده فهيديك الترانسفير فانكشن بالشكل ده 1 ماينس زد ماينس 1 دي معناها ان انا عندي انتجريتور زي ما اتفقنا. وهنا 1 مفيش زد ماينس 1 يبقى انا كده شغال ديلي فري. وطبعا دي معناها ان انا ايه انفرتنج بس طبعا التوبولوجي دي هتبقى بارازيتك سنس. تعال نشوف البارازيتك كابس اللي موجوده عند سي 1. طبعا بالنسبه للكاب اللي موجود هنا ده هيبقى عليه فيرتشوال جراوند من فوق وجراوند من تحت فهو اصلا مش هيشحن اصلا مش هيكون عليه تشارج اصلا مش هيعمل اي حاجه. البارازيتك كاب اللي موجود هنا اهو ده هيعمل ايه؟ لما اقفل الفاي 1 الكاب ده في الحقيقه هيشحن لو طبعا فاي 2 مفتوحه وفاي 1 مقفوله الكاب هيشحن بالشكل ده. لما الكاب يشحن بالشكل ده هيعمل لك فولتج بالشكل ده ولك ان تتخيل ان الفولت ده ممكن لو شغلت في فولتج دومين افكه بفولتج سورس كده اهو فده الفولتج اللي هيكون موجود على البارازيتك كاب. طب بعد كده بقى لما افتح فاي 2 واقفل لما افتح فاي 1 واخلي فاي 2 هو الكلوزد انت دلوقتي سي 1 خلاص سي 1 ده عليه شورت سيركت اكنه مش موجود. هتلاقي ايه؟ هتلاقي ما بين سي بي مع سي 2 ده شغالين عباره عن انفرتنج امبليفاير. سي بي مع سي 2 شغالين انفرتنج امبليفاير
فبالتالي هيأثر في الاوتبوت. لو انت عايز تبص لها من التشارج من التشارج دومين طبعا لو عايز ترسمها من التشارج دومين يبقى الغي بقى السورس اللي انت رسمته ده. قول ان انا هيبقى عندي تشارج على سي بي. في الكيس دي سي بي عليه تشارج ولكن عليه فولت من فوق بزيرو وعليه فولت من تحت بزيرو، واحنا عارفين طبعا الكيو بتساوي سي في الفي، فبالتالي التشارج دي ما ينفعش تفضل عليه لازم تمشي. طب التشارج دي لو مشيت هتروح فين؟ هتقول لي ما تروح في الفيرتشوال جراوند. ما ينفعش الفيرتشوال جراوند ده مش باس، هنا ما فيش باس الكرنت يمشي فيه والتشارج تمشي فيه، مش هينفع تخش في الفيرتشوال جراوند. فبالتالي ما لهاش باس تمشي فيه غير ان هي تروح تشحن مين؟ تروح تشحن سي 2. فبالتالي التشارج هتنتقل من السي باراسيتك الى سي 2. طب تعالوا نبص بقى على النويز في السويتش كاب سيركتس. احنا اوريدي مفروض فاميليار بالموضوع ده من ايام محاضره السامبلينج. شرحنا في محاضره السامبلينج ان انا لما اعمل عمليه السامبلينج النويز هيحصل لها فولدنج، بمعنى النويز دينستي هتزيد بس تفضل النويز باور ايه؟ النويز باور ثابته. نفس الكلام عندنا برضو في السويتش كاب سيركتس ان هي معتمده برضو على فكره الايه؟ على فكره السامبلينج. طب هي اصلا النويز جايه منين؟ جايه من الاون ريزيستنس بتاعه فاي 1 هنا. طبعا اكيد بيعمل سوبر بوزيشن، فانا اكيد الانبوت بتاعي مش موجود اهو، الغي الانبوت خالص. فاي 1 دي نفسها داخله على موس سويتش. موس سويتش ده لما بيكون اون بيجنريت ايه؟ هيجنريت نويز اللي هو عباره عن ريزيستنس بالظبط. طب النويز دي هتعمل ايه او ايه الباندويث بتاعها؟ الباندويث بتاعها هيبقى 1 اوفر ار اون في السي، ده الباندويث بتاعها اللي هو التايم كونستانت بتاع الار سي سيركت دي، هو ده الباندويث بتاع النويز. المفروض ان الباندويث ده بيكون كبير زي ما اتفقنا، اكبر بكتير من ايه؟ اكبر بكتير من اف اس. ان انا عايز التايم كونست ده ما ياثرش عليا، انا عايز اسيتل بسرعه، انا عايز اشحن الكاباستور ده بسرعه وافضيه بسرعه. عشان اشحنه بسرعه يبقى لازم التاو بتاعه التايم كونست بتاعه يكون اصغر بكتير من الكلوك اللي انا شغال بيها عشان اوصل للسيتلنج بتاعي بسرعه قبل ما الكلوك ايدج يجي. فبالتالي هيكون الباندوز ده كبير اكبر من الايه؟ اكبر من الاف اس. نتيجه بقى لعمليه السامبلنج، زي ما قلنا السامبلنج بيقول لك ان الفيرست نايكوز زون في الحقيقه هي اللي هي فيزيكال مينينج، بقيه الحاجات دي كلها ايمجز. ده كده هو ده متكرر وهنا متشقلب، مفيش اي ايه، مفيش اي معنى للايه للاليس كومبوننتس اللي موجوده هنا. كل الباور في الحقيقه موجوده في الفيرست نايكوز زون، فكل النويز اللي كانت عندك هنا هتالياس وتجي لك ايه؟ وهتجي لك هنا في الفيرست نايكوز زون. ده معناه ايه؟ معناه طبعا الدنستي هتزيد لان الاريا ثابته، فانت صغرت الايه؟ صغرت الفريكوانسي رينج بتاعك، فبالتالي الدنستي لازم ايه؟ لازم تزيد، وده اللي بنسميه عمليه النويز فولدنج. لو بصيت بقى على الموضوع في التايم دومين، في التايم دومين ايه اللي بيحصل؟ تعالى نفرق كده مع بعض. لما تكون الفاي 1 اون هيبدا الايه؟ هيبدا النويز تشحن الايه؟ تشحن الكاباستور ده او تتغير يعني اكروس الكاباستور ده، النويز جنريتور بتاعك عمال يتغير اكروس الكاباستور. اول ما فاي 1 يترن اوف المفروض الكاباستور بيعمل هولد، هو في الحقيقه هيعمل هولد هنا مفيش سيجنال. امال ايه اللي عمل له هولد ده؟ هو عمل هولد لاخر نويز كانت موجوده عليه في الحقيقه، ثبت عند اخر فاليو النويز كانت موجوده عليه. هل معنى كده ان هنا في الفريجن دي مفيش نويز؟ لا، هي في نويز لان هو ثبت عند فاليو راندوم برضه، وكل مره الفاليو دي هتتغير في كل سايكل هتتغير. لما السويتش بقى اون تاني رجع الفولت على الكاباستور اتغير راندوم، ده نويز فولتج. اول ما السويتش بقى اوف الكاباستور عمل هولد، عمل هولد لايه؟ لاخر نويز فولتج كان موجود عليه. خد بالك بقى ان الكلام ده المفروض ان هو كله يبقى سوبر امبوزد معاه السيجنال نفسها بقى. فكل مره انا هزود على السيجنال راندوم كومبوننت، كل مره هزود على السيجنال راندوم ايه؟ راندوم كومبوننت اللي هي اخر نويز انا قريتها. طيب المشكله ايه بقى في الحقيقه؟ المشكله ان الدايره بتاعتي بتشتغل في تو فيزز مش فيز واحد، فبالتالي هيبقى عندي تو نويز كومبوننتس. يعني لو بصيت كده مثلا في الدايره بتاعت الباراسيتيك انسنسيف انتجريتور ده، زي ما قلنا هو في السامبلنج فيز هيشحن بالشكل ده. طب وهو بيشحن ما انا عندي اون ريزيستنس ليها نويز وعندي هنا اون ريزيستنس ليها نويز، فعندي هنا نويز كومبوننت. خد بالك طبعا لما يكون عندك تو ريزيستورز ده مش هيغير في حاجه في النويز باور، لان النويز باور اصلا مش بتعتمد على ريزيستنس، تعتمد على ايه؟ على السي. فعندك ريزيستور واحد عندك تو ريزيستورز مش صفر في حاجه، النويز هي في الاخر كي تي اوفر سي. لان احنا زي ما اتفقنا قبل كده لما تزود الريزيستنس انت هتزود الدينستي بس هتقلل الباندويدز، وهيفضل الاريا under the density curve ثابتة اللي هي الباور ايه؟ اللي هي الباور نويز باور بتاعتك، هتفضل كي تي اوفر اوفر سي. طب جميل، ده كده في الايه؟ ده كده في السامبلنج فيز. تروح بقى في الابديت فيز، في الابديت فيز فاي 2 هو اللي هيتقفل، اللي هو فاي 2 ده وفاي 2 ده. خد بالك ان انا لما فتحت فاي 1 زي ما اتفقنا انا باخد سناب شوت من النويز دي، فالنويز دي خلاص انا خدت لقطه منها موجوده معايا خلاص خدتها على جنب. زياده على لقطه النويز اللي انا خدتها بقى عندي تو ريزيستورز هيعملوا جنريشن لنويز جديده،
فانا عندي كده تو نايز كومبوننتس في الحقيقه مش كي تي اوفر سي واحده، انا عندي 2 كي تي اوفر سي. عايز تشتغل في الفولتج دومين مفيش مشكله، عندك كي تي اوفر سي هنا وعندك كي تي اوفر سي هنا، اجمعهم على بعض. اوعى تنسى ان احنا نايز عشان هي راندوم سيجنال مش بنجمع ار ام اس على ار ام اس، بنجمع فاريانس على فاريانس. الفاريانس اللي هي المين سكوير فاليو، تجمع فاريانس على فاريانس. فاما تجمع فاريانس على فاريانس في الفولتج دومين فتقول انت عندك 2 كي تي اوفر سي، يبقى توتال بقى ار ام اس خد بقى ايه سكوير روت بتاع 2 كي تي اوفر سي. ممكن برضو على فكره في ناس بتحب تشتغل برضو تاني في التشارج دومين، وانا ممكن احول النويز اخليها في التشارج دومين او ممكن جدا. طب ازاي احول النويز من فولتج دومين للتشارج دومين؟ بالفاندمنتال ريليشن اللي انت عارفها، ان الدلتا كيو بتساوي سي في الايه، السي في الدلتا في. طيب انا عارف ان الايه، يبقى لو انا ربطتها بقى يبقى دلتا كيو سكوير هتساوي سي سكوير في الدلتا في سكوير. طب النويز بقى فولتج سكوير بيساوي كام؟ بيساوي كي تي اوفر سي. يبقى النويز في التشارج دومين بتساوي ايه؟ بتساوي كي تي سي. دي المين سكوير فاليو بتاعت النويز في التشارج دومين بتساوي كي تي سي. برضو هتجمع كي تي سي على كي تي سي، بتجمع سكوير على سكوير، فهيديك هنا ايه؟ هيديك هنا 2 كي تي سي. دي التوتال نويز في التشارج ايه؟ التوتال نويز في التشارج دومين. طبعا نتيجه ان الدايره بتاعتنا دي بتتغير مع التايم، هي تايم فاريينج سيركت في الحقيقه. احنا عارفين السيركتس بتاعتنا اللي احنا بنعمل لها الاي سي اناليسس من زمان، دي اللي هي الـ LTI circuits اللي هي linear time invariant circuits، هي دي اللي بيشتغل عليها الـ AC analysis. الـ AC analysis بيlinearize الدائرة. طب بيlinearize الدائرة على ايه؟ around the operating point اللي هي ثابتة، عشان كده بسميه quiescent point، نقطة الهادية اللي متتغيرش، هي time invariant circuit. طب عندي دلوقتي circuit time varying، هل اقدر استعمل AC analysis؟ هل اقدر استعمل noise analysis؟ خد بالك ان الـ noise analysis هي في الحقيقة واحدة من الـ derivatives بتاعت الاسي اناليسس في الحقيقه، هي مبنيه على الاسي اناليسس. لا طبعا ما اقدرش، ما اقدرش استعمل اسي اناليسس ولا نويز اناليسس. طب امال اعمل ايه بقى؟ عندك حاجه من اتنين، يا اما تستعمل ترانزيانت اناليسس. هتقولي هو ينفع سيميليت النويز في الترانزيانت؟ اه، معظم السيميليتز دلوقتي فيها فيتشر انت تعمل ترانزيانت نويز سيميليشن، بس طبعا مشكلتها هتاخد وقت طويل قوي قوي قوي. الاوبشن الثاني بقى الاحسن كمان، المور افكتيف يعني فروم سيميليشن تايم برسبكتيف، انك تستعمل حاجه اسمها بي نويز اناليسس. هي في الحقيقه البي دي كده معناها بيريودك، والبي فاميلي اوف سيميليشنز دي معموله عشان السيركتس اللي زي السويتش كاب سيركتس كده، اللي هي بيريودك سيركتس. هي تايم فارينج بس بيريودك. يعني ايه؟ يعني هي السيركت يا بتاخد الفورم دي يا ما بتاخد الفورم دي، فهي ما بتاخدش غير 1 اوف 2 فورمز في الحقيقه. فهي الفورم اللي بتاخدها هي بيريودك، هي فارينج في التايم بس بتطجل ما بين 2 فورمز بس. فهتلاقي سيميترز بقى زي سبكتر وغيره، يعني عنده حاجه اسمها بي اي سي اناليسس، دي بيريودك اي سي. عنده حاجه اسمها بي نويز اناليسس، دي بيريودك نويز، دي معموله عشان البيريودك اي سيركتس زي السويتش كاب سيركتس. وطبعا البيريودك في الموضوع بقى هنا هو ايه؟ هو في الحقيقه كلوك نفسها. الكلوك هي البيريود بتاعتك، هي اللي بتتحكم في الايه، هي اللي بتتحكم في السيركت كونكشنز. فخلاصه الكلام ان احنا عندي هنا تو نويز كومبوننتس، واحد بيكون سامبلد في فاي 1 باخد سناب شوت لقطه فاي 1، واحد بيكون continuous time في phi 2 اللي هي النويز اللي جايه من ايه؟ اللي جايه من الريزيستورز دول. تعالوا ناخد بقى imperfection كمان من السويتش كاب سيركتس imperfections، وهي الاوفست فولتج بتاع ال OTA. ازاي الاوفست فولتج بتاع ال OTA هيأثر على الاوبريشن بتاعي؟ تعالوا نشوف مع بعض كده. فكره ان احنا كنا بنفرض دايما ان ال OTA بتاعك ده ideal لـ infinite gain و لـ zero offset، فكرة نفرض ان النود دي هي virtual ground في كل الاناليسيس بتاعنا، تمام؟ طيب ستيل افرض معايا برضو ان الجين ده ideal، افرض معايا ان الجين بانفينيتي. حتى لو الجين بانفينيتي بتاع الـ OTA، يبقى الفولتج ده بقى عند النود دي مش هيكون virtual ground، ده هيكون V offset في الحقيقة. فبالتالي ده هيأثر على الفولتج دروب across الـ ايه؟ across الكاباسيتور بتاعي، تمام؟ عشان ما تحققش الاناليسس، الاحسن في السيركتس اللي زي كده انك تعمل سوبر بوزيشن في الحقيقه. يعني مره تحل الدايره ايديالي اكن ما عندكش في اوفست خالص، تحل الدايره، ومره تلغي الانبوت بقى سيجنال في الحقيقه خالص، هلغي الانبوت سيجنال، هعتبر الانبوت بتاعك اوف زيرو، وتحل الدايره اكن الانبوت بتاعك هو مين؟ اكن الانبوت بتاعك هو الفي اوفست شخصيا، وتشوف الفي اوفست هيأثر ازاي على ايه؟ على الاوت. تجمع بقى التو اوتبوتس باي سوبر بوزيشن، يطلع لك ايه؟ يطلع لك تاثير الانبوت مع تاثير الايه؟ مع تاثير الفي اوفست. فلو بصينا هنا على الدايره، هو بيحلها في التشارج دومين، طبعا ممكن تحلها في الفولتج دومين زي ما احنا عارفين. فجاب التشارج في الفيز بتاع فاي 1 اهي، دي التشارج في الفيز بتاع فاي 1 هنا، وجاب التشارج في الفيز بتاع فاي 2. في الفيز بتاع فاي 1 التشارج هي ايه؟ اكني عملت سوبر بوزيشن اهو. فالاول انا معايا الانبوت فولتج على سي 1 اهو، الانبوت فولتج بتاعي على سي 1 تمام بالشكل ده كده، ده في الفيز بتاع فاي 1. وبعدين عندي ايه كمان؟
عندي الاوتبوت فولتج على سي 2 ولو هتعمل بقى سوبر بوزيشن هيبقى عندك فولت كمان على سي 2 سواء هنا في الحقيقه ما عملتش سوبر بوزيشن ده هو خد هنا الفولتج اكروس سي 2 ده اللي هو عباره عن الفي اوت ماينس الايه ماينس الفي اوفست احنا قلنا ان الفولت هنا انا انت خلاص سوبر بوزيشن حاول ان الفولت هنا في اوفست واخد السورسز مع بعض يبقى كده الفولتج اكروس الكاباستور هنا بيساوي ايه هيساوي في اوت ماينس الايه ماينس الفي اوفست فدي التشارج اللي معاك اهي في اوت ماينس الفي اوفست مضروبه في ايه مضروبه في سي 2 الكلام ده كله فين الكلام ده كله عند ان تمام هروح اخد بقى في فاي 2 هحط هنا ان بلس 1 وبعد هيقول لي ايه حكايه ان بلس 1 مش انت بتقول ان بلس نص ما انا قلت لك هي هو ان بلس نص بس انا في الحقيقه برجع تاني في نود ده او في اوت ده برجع اعمل له سامبلنج تاني بسويتش بتحكم فيه في فاي 1 فان بلس نص في الاخر بت ايه eventually بتبقى ان بلس بلس 1 فتعال نبص على التشارج في فاي فاي 2 هيحصل ايه بقى في فاي 2 هقفل بقى السويتشز بتاعه فاي 2 بالشكل ده كده اهو هقفل السويتش ده وهقفل السويتش ده خد بالك لو بقى طالما لسه في فيدباك يبقى لسه الفولت هنا هو برده ايه في اوفست فسي 1 في الحقيقه دلوقتي ما لهوش جراوند لا ده عليه ايه عليه في اوفست فهيبقى معايا هنا ايه ماينس في اوفست في سي 1 هتقول لي طب ليه اشاره سالب انا قلت انت لازم تاخد بولاريتي معينه وتستيك على البولاريتي دي نقطة مهمة جدا جدا لو انت هتشتغل في التشارج دومين غير كده كل حاجة تطلع غلط فهو هنا لما خد البولاريتي خد الفي انبوت في سي 1 معناها ان هو خد البلس هنا وخد الايه وخد الماينس هنا تمام لما جه بقى في الفيز بتاع فاي 2 الفي اوفست موجود الناحية دي بس هو موجود الناحية دي بس هو البلس خلاص خده ان هو هنا اهو فيبقى الفولتج على الكاباستور هو زيرو ماينس في اوفست في الحقيقة عشان كده طلع لك هنا ايه طلع لك هنا بإشارة سالب ماينس في اوفست لازم تستيك نفس البولاريتي اللي انت خدتها في الفيز الاولاني طيب عندك هنا بقى في اوت ان بلس 1 برضه ماينس ايه ماينس زيرو طبعا في اوفست مش هديله اندكس ليه بقى مش هديله اندكس هو المفروض ان هو سيجنال ثابته مش هتتغير في اوفست عباره عن ايه ستاتيك ايرور في الحقيقه هو هو راندم من او تي اي للتاني لكن فور جيفن او تي اي هو ليه اوفست فولتج وخلاص ثابت عليه ما بيتغيرش تمام او حتى لو بيتغير فممكن يتغير مع التمبريتشر او يحصل له ايجنج التغيير ده بيحصل في الايه على سكيل اوف ايه اوف اورز ودايز ويرز فمش هيأثر عليك ايه مش هيأثر عليك برضو لو هو يعني مع التمبريتشر ممكن يغير طبعا في الرينج بتاع الايه سكندز وكده بس حتى برضو الرينج بتاع سكندز بالنسبه للكلوك بيريو بتاعتك هو عباره عن دي سي في الحقيقه الكلوك بتكون طبعا ايه واحد على مليون من الكلام ده واحد على بليون حد جميل هتاخد بقى التو كويشن سويهم ببعض هيطلع لك في الاخر الفي اوتبوت جيفن بالايكويشن دي لما يكون الفي انبوت بزيرو هو هنا كده اكنه رجع عمل ايه عمل سوبر بوزيشن اهو لغى الفي انبوت اهو وخد تاثير الفي اوفست بس لو خدت تاثير الفي اوفست بس ده هتلاقي ايه هتلاقي في الحقيقه دي ايكويشن بتاعت ايه بتاعت انتجريتور في الحقيقه دي الايكويشن بتاعت الانتجريتور بالظبط فالفي اوفست بيحصل له انتجريشن فلو انت لغيت الفي انبوت خليت الفي انبوت بزيرو خالص وشغلت الدايره دي كده السويتشز عماله تفتح وتقفل على الهواء كده هتلاقي الاوتبوت عمال يتغير في الحقيقه ما يتغير ازاي بيحصل له انتجريشن كل مره اهو شايف بيحصل فالس اهو تمام بينتجريت حته اهو دي ده الانتجريشن اهو ايه الانتجريشن ده قيمه مين قيمه الفي اوفست مضروب في الايه بس الريشيو اللي هي سي 1 على سي 1 على سي 2 بس خد بالك ان هو هنا نون انفرتنج فكون ان كل شويه هنا عمال ينزل يبقى هنا في الكيس دي اكنه كان فرض ان الفي اوفست نفسه ده كان بايه كان بنيجاتيف فاليو عشان كده كل مره الفي اوت عمال ايه عمال ينزل ستيب داونوردز الستيب دي بتساوي ايه في الحقيقه الستيب اللي هو عمال ينزلها كل مره دي هي اللي بتساوي السي 1 على السي 2 في الايه في الفي اوفست فلو الستيب النيجاتيف يبقى عشان الفي اوفست نفسه هو اللي بالايه هو اللي بالنيجاتيف واحد هيسال بقى هو احنا ليه نستعمل السوبر بوزيشن طالما السيركت دي ما هياش لينير لا السيركت دي لينير في الحقيقه هي لينير بس تايم فارينج في كل فيز من الفيزز يعني فيز فاي 1 بتاع فاي 1 هي لينير في الفيز بتاع فاي 2 هي لينير فهي لينير سيركت بس هي بتتغير مع التايم عشان كده بقى عملنا لها زي ما قلنا انواع مخصوصه من اللينير اناليسيس بس تناسب التايم فارينج سيركتس اللي هي البريودك اي سي والبريودك ايه بريودك نويز فهي فور فاي 1 فيز اتز لينير سيركت فور فاي 2 فيز اتز لينير سيركت فهي لينير سيركت ولكن تايم ايه ولكن تايم فارينج طبعا لو انت سبت السيركت ده بالشكل ده هيحصل ايه هيفضل الاوتبوت يزيد او يقل حسب البولاريتي بتاعت الفي اوفست لحد لما يهيت الريلز بتاعتك لحد لما يساتوريت لو هو خلاص الاوتبوت ساتوريت معناها الاو تي اي خرج بره الاوبريتنج رينج بتاعه معناها الدايره اصلا مش هتشتغل طب ازاي بقى هتخلص من الايه من الاوفست فولتج ده ازاي ان انا الغي الاوفست فولتج ده ما اخليهوش ياثر عليا في كذا تكنيك في الحقيقه للتعامل مع الاوفست فولتج هنتعرف على بعض التكنيكس دي دلوقتي اول تكنيك بنسميه الاوتو زيروينج
والاوتو زيروينج ده ممكن تقول ان هو احد افراد عائله اكبر منه في الحياه شويه بنسميها الكورليتد دبل سامبلنج. الكورليتد دبل سامبلنج او سي بي اس في الاوتو زيروينج ده احد الاكزامبلز بتاعت الكورليتد دبل سامبلنج. بيعمل ايه الاوتو زيروينج ده؟ بيعمل اليمينيشن دي الايرور بتاع الاوفست فولتج، وكمان في الحقيقه بيقلل الفليكر نويز وان اوفر اف نويز. طب ليه؟ ايه علاقه الفليكر نويز بالموضوع؟ هو هيقلل الاوفست فولتج اللي هو الدي سي ايرور، واحنا عارفين اصلا ان الفليكر نويز هي لو فريكوانسي. ايه لو فريكوانسي نويز؟ فهو بيقلل الاوفست ايرور، هو هيقلل كمان اللو فريكوانسي نويز، لان التكنيك ده زي ما هنشوف هو بيعمل اليمينيشن لاي سلولي فارينج ايرور. اي سلولي فارينج ايرور بقى سواء كانت نتيجه الاوفست او كانت نتيجه الفليكر نويز او اي حاجه ثانيه هيعمل له اليمينيشن. طب تعال نبص على التكنيك ده بيشتغل ازاي. طبعا انا زودت بانش اوف سويتشز كده زي ما انتم شايفين. فاللي هيحصل ايه؟ قبل ما ندخل في المعدات نشرح الفكره. الفكره ان انا بعمل سامبلنج مرتين، عشان كده بنسميه ايه؟ دبل سامبلنج. اكني هعمل سامبلنج مرتين، بس السامبلنج في المرتين دول هيكون في كورليشن، هيكون كورليتد. ايه الكورليشن بقى اللي موجود في الموضوع؟ الكورليشن ان في اوفست ثابت في الحقيقه. فانا لو عملت سامبلنج مرتين بس المرتين دول somehow بعكس البولاريتي، يبقى كده الفي اوفست هيتكنسل من عمليه السامبلنج. يعني كني هسامبل مرتين بس مره الفي اوفست هيتسامبل بالبوزيتيف ومره الفي اوفست هيتسامبل بالنيجاتيف، فاوفر اول الفي اوفست هيت ايه؟ هيتكنسل. فانا عملت سامبلنج مرتين بس المرتين دول كورليتد، وطالما ان الاوفست ايرور بتاعك او اي ستولي فارينج ايرور ما بين التو سامبلنج انسنس دول هيفضل بنفس قيمته، ففي الاخر هيرجع ايه؟ هيرجع يتكنسل. تعالوا بقى نبص على المعادلات برضو. هنا هو بيحل في التشارج دومين. انصحك ان انت طبعا تحاول تحل بعد ما تشوف الحل هنا، اعمل بوز وحاول تحل في الفولتج دومين وفيريفاي بقى السوليوشن بتاعك عشان تتاكد ان انت ايه بتعرف تعمل اناليسيس لوحدك. طيب تعال نبص على التشارج في الفيز بتاع فاي 1. الفيز بتاع فاي 1 عندي السويتش ده كده اهو قفل كده، وده قفل كده، وده قفل كده. الدايره بقت عجيبه شويه. هتلاقي ايه؟ طبعا السويتش اللي هو فاي 1 ده هيضمن لك ان في فيدباك حوالين ال حوالين الاو تي اي، فبالتالي الفولت هنا هيبقى هو في اوفست، ان في فيدباك حوالين الاو تي اي. فسي 1 هيشحن لفي انبوت ماينس في اوفست، في انبوت ماينس في اوفست دي الشحنه بتاعت سي 1. وسي 2 في الحقيقه هيشحن برضه، بس هيشحن بقيمه في هنا عليه في اوفست من ناحيه وهنا عليه جراوند من ايه؟ من الناحيه الثانيه. ففي اوفست هيشحن كده ايه؟ في سي 2 هيشحن في اوفست بالبولاريتي دي. تعال برضه نكتب البولاريتي عشان ما نتلخبطش. هو خد البولاريتي بتاع سي 1 بالشكل ده، بلس هنا وايه؟ وماينس هنا اهو. طيب جميل، يبقى ده كده الفيز بتاع فاي 1 خلاص خلصنا منه. ندخل بقى على الفيز بتاع فاي 2. تعالى نعمله بالايه؟ بالازرق كده. في الفيز بتاع فاي 2 هيبقى السويتش ده بقى هو اللي مقفول، والسويتش ده هو اللي ايه؟ هو اللي مقفول. سي 1 هيبقى عليه ايه؟ هيبقى عليه فولتج في اوفست بس بالسالب. سي 1 هيبقى عليه في اوفست بس بالايه؟ بالسالب. طب سي 2 هيبقى عليه ايه؟ خد بالك ان هو من الفيز اللي فات كان عليه في اوفست، خلاص دي خلصنا منها. الفيز ده هيبقى عليه ايه بقى؟ هيبقى عليه في الحقيقه في اوت ماينس في اوفست. اهو من الناحيه دي كده الترمينال دي هيكون عليه في اوت، والترمينال دي هيكون عليه ايه؟ في اوفست. بس خد بالك من البولاريتي، البولاريتي ان احنا خدنا البلس هنا في الشمال اهو والنيجاتيف في اليمين، فالمفروض ان انا اكتب في اوفست ماينس في اوت. المفروض دي كده تبقى في اوفست في الحقيقه ماينس في اوت. لا احنا في الحقيقه قلنا بقى هنا حاجه ايه؟ احنا اتلخبطنا هنا. هو المفروض ان هو اصلا كان واخدها اوريدي اصلا، واخد البولاريتي بالشكل ده كده، واخد البلس هو للناحيه دي والماينس هو للناحيه دي، عشان كده في الحته دي كده واخدها ماينس في اوفست، ما خدهاش بلس في اوفست. يبقى كده البولاريتي دي صح كده. يبقى هو هنا واخد في اوت ماينس ايه؟ ماينس الفي اوفست. طيب تعالى نشوف بقى اللي هيحصل لما اطبق التشارج كونزرفيشن واساوي الايه؟ واساوي التو ايكويشنز ببعض. هتلاقي ايه؟ طبعا هتلاقي ان انت عندك هنا اهو الفي اوفست مضروبه في سي 1 بالسالب، وهنا برضه الفي اوفست في سي 1 بالسالب، فالاثنين دول هيطيروا ايه؟ مع بعض. عندك هنا برضه ماينس في اوفست في سي 2، وعندك هنا ماينس في اوفست في سي 2، فالاثنين دول برضه هيطيروا ايه؟ هيطيروا مع بعض. يبقى بالتالي انا كده لغيت كل الكونتريبيوشنز بتاعت الايه؟ بتاعت الفي اوفست. طبعا لو حد بقى واخد باله هنا هيقول لي الدايره دي هي مش انتجريتور اصلا، الدايره دي دايره امبليفاير مش انتجريتور. طب عرفت منين ان هي دايره امبليفاير مش انتجريتور؟ ان السي 2 كل مره بيحصل له ريسيت. ما انا لما بقفل كده فاي 1 اهو، انسى الفي اوفست دلوقتي اهو، اعتبر ان الايه ده ايديال، هيبقى من ناحيه عليه هنا فيرتشوال جراوند ومن ناحيه عليه جراوند. فسي 2 كل مره هيفرغ الشحنه ايه؟ هيفرغ الشحنه بتاعته، هياخد فريش شارج جديده. يبقى كده ده شغال سويتش كاباستور امبليفاير، ما هوش سويتش كاباستور انتجريتور. وهيبان لك بقى الكلام ده هنا اهو، هل هنا عندي اي انتجريتور فانكشن؟ لما كده اجيب الاتش اوف زي بقى مفيش اي انتجريتور فانكشن. هنا في برضو غلطه صغيره بقى،
ايه الغلطة الصغيرة دي بقى؟ اعمل بوز كده للفيديو لمدة دقيقة وفكر ايه الغلطة الصغيرة اللي موجودة في معادلة الترانسفير فانكشن دي. طبعا الشاطر هيكتشف ان الغلطة ان هو نسي الديلي في الحقيقة، لان المفروض التوبولوجي دي فيها ديلي، لان انا بشحن بعمل سامبلنج في فيز وبعمل ابديت في الفيز الثاني، فعندي ديلي ما بين الاوتبوت والانبوت. طب الديلي ده اتنسى امتى؟ اتنسى لما جينا هنا كتبنا الاندكس بتاع في اوت في الحقيقه. المفروض الاندكس كان يبقى في اوت ان بلس ايه ان بلس 1، فده كان هيترجم في الحقيقه ان انت عندك هنا في الترانسفير فانكشن زد ماينس 1. زد ماينس 1 دي معناها ديلي مش معناها انتجريشن طبعا، فاهم؟ انتجريشن هو 1 على زد ماينس 1، لكن زد ماينس 1 دي معناها ان انا عندي ديلي ما بين الاوتبوت والانبوت. تعالوا نبص بقى على تكنيك تاني برضو بنمايز فيه الأوفست ايرورز او ان جنرال اللو فريكوانسي ايرورز زي الفليكر نويز زي ما اتفقنا. التكنيك ده بنسميه تشوبينج. طب ايه هو التشوبينج ده؟ زي ما نجيب كده تيجي تعمل سلطه، بتجيب الخياره وتقطعها بالسكينه شرايح، تمام؟ ده دي عمليه التشوبينج. بنعمل كده برضو في السيجنال، بنجيب السيجنال ونقطعها ايه ونقطعها شرايح بالظبط. طب ازاي بنقطعها شرايح؟ بنقطعها شرايح عن طريق ان احنا بنضربها في فريكوانسي، بنعمل عمليه موديوليشن، يعني بمعنى اخر اللي هي بنسميها الاف تشوب. هنا اهو خد بالك ان لو انت فاكر بقى موضوع الاي ام موديوليشن، لو انا عندي ساين ويف بالشكل ده كده اهو، وبعدين تخيل معايا كده الانفرجن بتاعها، اكن الانفرجن بتاعها بالشكل ده كده اهو. فلو انا جيت هنا وعملت موديوليشن للساين ويف، فبتطلع لك كأنك قطعتها شرايح كده. او تعالى نعمل الشرايح احسن كخطوط كده مستقيمه، بعد كده نكمل ال كأني هضربها في ايه في سكوير ويف مثلا، تمام؟ مره هاخد البوزيتيف سايد ومره هاخد الايه ومره هاخد النيجاتيف سايد. دي عمليه موديوليشن. لو انت خدت اي كورس كوميونيكيشنز فدي عمليه موديوليشن. مش خدت دايره كده اهو، انا كده بضرب السيجنال بتاعتي في ايه في كاري، مره بمشي مع الازرق مره بمشي مع الاحمر، مره بمشي مع الازرق مره بمشي مع الاحمر. السيجنال كده عباره عن موديوليتد ايه موديوليتد سيجنال اترفعت على ايه اترفعت على كارير. هو دي عمليه التشوبينج بقى. الويف فورم اللي هي السودا دي عباره عن تشوبد ايه تشوبد ويف فورم. طيب فعمليه الموديوليشن زي ما انتم عارفين هي في هي عمليه مالتيبليكيشن كده زي ما انتم شايفين هنا. فايه اللي هيحصل لما اعمل موديوليشن للانبوت سيجنال؟ طبعا انا في البدايه هعتبر ان انا عندي بيس باند سيجنال، هعمل لها موديوليشن تترفع على كارير اللي هو الاف تشوب ده. دي كده الكارير سيجنال اللي رفعت عليها الايه رفعت عليها الويف فورم بتاعتي. بعد كده بقى هدخلها على السيجنال بروسيسنج بلوك بتاعي. ده كده انالوج سيجنال بروسيسنج بلوك. الانالوج سيجنال بروسيسنج بلوك ده عيبه ايه؟ عيبه ان هو فيه لو فريكوانسي ايرورز اللي هي زي الاوفست فولتج اللي هو دي سي ايرور، وزي الفليكر نويز زي ما اتفقنا اللي هي 1 اوفر اف ايه 1 اوفر اف نويز. طيب هل السيجنال بقى داخل عليا هل هتتاثر باللو فريكوانسي ايرورز دي؟ لا مش هتتاثر بيها. ليه؟ ان هي اصلا موديوليتد، انا رفعتها في الهاي فريكوانسي، انا وديت اصلا سيجنال في هاي فريكوانسي. فاي نويز او ايرورز موجوده في لو فريكوانسي هل هتاثر عليا دلوقتي؟ مش هتاثر عليا، موجوده في باند تاني، موجوده في باند تاني. طب كويس، السيجنال بتاعتي بقى هتاخد البروسيسنج بتاعها سواء بقى كان امبليفيكيشن او اي حاجه تانيه، تمام؟ الايرورز موجوده هنا اهو في لو فريكوانسي، والسيجنال موجوده على الكارير اللي هو الاف تشاب، ما تاثرتش بايه؟ ما تأثرتش بأي ايرور. بس دي مش السيجنال اللي انا عايزها. انا السيجنال بتاعتي كانت بيس باند سيجنال. تعمل ايه بقى؟ اعمل العمليه العكسيه بقى. العمليه العكسيه بنسميها ايه؟ بنسميها الدي تشوبينج. خلاص انا عملت التشوبينج، لازم اعمل بقى دلوقتي ايه؟ دي تشوبينج اللي هي عمليه دي موديوليشن. معنى اخر انا عملت موديوليشن، عايز اعمل دي موديوليشن. طب الموديوليشن بنضرب في كارير، ازاي بنعمل دي موديوليشن؟ برضه بنضرب في كارير. في الحقيقه ان هو الضرب ده بيتحول الى عمليه فريكوانسي ترانسليشن، فريكوانسي شيفتنج، تمام؟ فلما اضرب السيجنال بتاعتي في كارير هيحصل ايه؟ هتجي لك كومبوننت، خد بالك ان هي كانت انيشيالي عند اف تشوب اهي، لما ارجع اضربها في اف تشوب تاني هيحصل ايه؟ هيجي لك اف تشوب ماينس اف تشوب، يعني هيجي لك كومبوننت عند الزيرو، وهيجي لك كومبوننت تاني عند ايه؟ عند 2 اف تشوب في الحقيقه، اللي هي اف تشوب بلس ايه؟ بلس اف تشوب. طبعا ده ما يفرقش معايا في حاجه، ده هنعمل له ايه؟ هنعمل له فلترنج اوت، ده اي لو باس فلتر مش قصه بالنسبه لي، تمام؟ اللطيف بقى جدا ايه؟ ان الايرور ده اللي كان موجود في لو فريكونسي لما اضرب في الاف تشوب هيحصل له ايه؟ هيحصل له هو انا شخصيا موديوليشن. فالسيجنال بتاعتي هتروح في اللو فريكونسي والايرور هو اللي هيروح في الهاي ايه؟ في الهاي فريكونسي. فالايرور جه هنا اهو، ده اللو فريكونسي ايرورز، حصل له موديوليشن باف تشوب دي. يبقى انا كده رجعت السيجنال بتاعتي نضيفه في البيس باند، وكل اللو فريكونسي ايرورز بقت هي موديوليتد اراوند ايه؟ اراوند اف تشوب. طبعا واحد هيقول انا كده يعني زودت كومبلكستي رهيبه في السيستم، انا كده حطيت تو ميكسرز
وعشان اعمل شوبينج ودي شوبينج. في الحقيقه لا، انا مفيش اي كومبلكسيتي في الحقيقه، ان كل واحد باللي انت شايفهم ميكسرز دول هو عباره عن فور سويتشز فقط لا غير. ازاي؟ تعالوا الاول نبص على الرسمه اللي انا كنت رسمها هنا ودي قبل ما نروح للسلايد الجاي. اللي عملته هنا في الحقيقه ان انا بعمل ايه، مره باخد يعني زي ما انا لو دي سيجنال، لو كده لو احمر ده كده دي الفي انبوت في الحقيقه، فالازرق ده هو ايه، هو ماينس الفي انبوت، هي نفس السيجنال بس بايه، بس باشاره سالب. فانا مره باخد سيجنال بالموجب مره باخدها بالسالب، مره سيجنال بالموجب مره باخد سيجنال بالايه بالسالب. طب لو انا عندي بقى فولي ديفرنشال سيركت، فولي ديفرنشال سيركت، فولي ديفرنشال سيركت، السيركت بتبقى عندك هنا اهو كده اهو اهو في اس بلس وفي اس ماينس، ليها تو تيرمينالز تمام. لو انت خدت البلس هو ده فعلا والماينس هو ده هيطلع لك سيجنال بالموجب. لو انت بس عكست الوايرز او انت فليبنج للوايرز هيطلع لك نفس السيجنال بس بالايه، بس بالسالب. فانا بالترنيت في الحقيقه ما بين الايه، ما بين الوايرز بالشكل ده كده اهو. بص كده في الـ في السيركت دي اهو، ادي ديفرنشال سيركت تمام، في انبوت بلس وفي انبوت ايه ماينس. مره في الفيز بتاع الفاي، في الفيز بتاع الفاي هعمل ايه، هاخد البلس مع البلس والماينس مع الماينس. في الفيز بتاع الفاي بار هاخد البلس هنا ادخله على الماينس، واخد هنا الماينس وادخله على ايه، وادخله على البلس. يبقى انا كده عكست البولاريتي في الحقيقه. فالفور سويتشز دول بيعملوا عمليه التشوبينج، وارجع تاني بعد ما اخلص الانالوج بروسيسنج بتاعي بعد كده الانالوج بروسيسنج، ارجع اعمل عمليه الايه، ارجع اعمل عمليه الدي تشوبينج. فان انا اعمل عمليه التشوبينج تبقى الموضوع سهل جدا، هو مجرد بس ان انا بحط فور سويتشز، وانا اصلا سويتش الكاب سيركت بتاعتي كلها على بعضها مليانه ايه، مليانه سويتشز، فما جاتش على ما جاتش على السويتشز دول. وده برضه بيوريني اهميه الفولي ديفرنشال اوبريشن. احنا كتير بنتكلم على الميزات بتاعه الفولي ديفرنشال اوبريشن، فاحنا كنا بنتكلم قبل كده على ان هو بيعمل ريجكشن للكومن مود نويز او اي كومن مود ايرور بمعنى اخر، سواء بقى كان جاي من من سبلاي نويز او من السويتشنج او من اي حاجه، وبيقلل النون لينيارتي ان هو بيعمل ريجكشن او كانسليشن لكل الايفن اوردر ديستورشن تيرمز. زي ما اتفقنا انا ممكن افك اي نون لينير ويف فورم بتيلر سيريز بالشكل ده، لما اشتغل ديفرنشال كل الحاجات اللي هي ليها ايفن اكسبوننت هيحصل لها كانسليشن، ان هي ما تفرقش معايا البولاريتي بتاعت السيجنال، فانا هكنسل كده السكند اوردر ديستورشن فورث اوردر ديستورشن وهكذا. بيدبل السيجنال سوينج، طبعا الميزه دي احنا عارفينها من زمان. ميزه كمان بقى زياده معايا دلوقتي ان هو بيخلي عمليه الساين انفيرجن عمليه سهله جدا، ان انا بفليب الوايرز مكان بعض، بقلب الوايرز مكان بعض. طبعا ده بيفيدني في ايه، في ان هيبقى سهل عليا ان اعمل شوبينج ودي شوبينج. طبعا العيوب بقى من الناحيه الثانيه ان انا بزود الباور كونسامشن، بضاعف الباور تقريبا وبضاعف الاريا، وكمان بحتاج ان انا يبقى عندي كومن مود فيدباك سيركت عشان اعمل ديفينيشن دي الكومن مود ليفل بتاعي. بكده كنا وصلنا لنهايه الجزء ده في المحاضره، نكمل ان شاء الله مع بعض الجزء الجاي السبيشال كاب سيركتس لحد الاخر.